عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في